ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة يمن شباب، أهلا وسهلا بكم ومرحبا، أرحب بكم دائما وأبدا في برنامجكم الحقوقي نافذة أمل. هذا البرنامج الذي نسلط الأضواء على الجوانب الحقوقية في المجتمع لكي نساهم مع بعض في البناء، كما نترحم على شهدائنا الذين راحوا ضحية الإرهاب الذي حصل في العرضي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم رحمة الأبرار. أيضا يعني نشكر جميع المواطنين الذين ساهموا أيضا يوم الخميس الماضي في الحملة النظافة تحت عنوان لا للإرهاب. كان 12-12 فعلا فعالية جماهيرية، خرج الجمهور، خرج الشعب ينظف، خرج الشعب يبني هذا الوطن، وكلنا ضد الإرهاب فعلا، كلنا ضد العنف، ضد الإرهاب. لا نهتم بنظافة البيئة، سننظف أنفسنا وسننظف البيئة من هؤلاء الإرهابيين الذين هم فعلا خراب لهذا البلاد. كلنا ضدهم، كلنا نحو البناء. ورحب بكم مرة ثانية في برنامجكم نافذة أمل. أعزائي المشاهدين، تكلمنا كثير عن المعتقلين في اليمن وتكلمنا عن المخفيين في اليمن. هل نسمع عن المعتقلين الموجودين الآن في العراق؟ تكلمنا عن بعض المعتقلين، وأذكركم بقضية المعتقل المسوري الذي ناقشنا قضيته في أحد البرامج في برنامج نافذة أمل. إلى هذه اللحظة ما زال ينتقل معتقلين اليمنيين في سجون العراق من مكان إلى مكان، ونريد الحقيقة ما الذي جرى لهؤلاء المعتقلين. تعالوا مع بعض نشاهد ألم أسرة من الأسر التي فعلا تجرعت وبال وألم فراق أحد أبنائنا وهو معتقل الآن في العراق. شاهدوا معنا هذه القضية. أعزائي المشاهدين، ها نحن الآن نلتقي مع أسرة المعتقل علي محمد الديلمي، معتقل في العراق، لنعرف عن قرب مع أهله وأيضا نتعرف عن طريق يعني عن طريق المحامي ما هي الإجراءات. ورحب باسمكم أيضا بأخو المعتقل في العراق سليم محمد الديلمي، وأيضا أرحب باسمكم أيضا المحامي حميد الحجيلي. فأهلا وسهلا بكم وحياكم الله في برنامج نافذة أمل. أولا نبدأ بالأخ سليم، كيف حالك يا سليم؟ الله يسلمك، صحتكم طيبة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. نشين أول شيء نعرف لماذا ذهب علي إلى العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. علي الديلمي طالب في العراق يدرس من سنة 2001 وتزوج أيضا في العراق ومستقر في العراق، ولديه من الأبناء ثلاثة، وتم القبض عليه على أساس أنه يمني بعد الحرب العراقية، بعد أول الغزو الأمريكي على العراق. عام كم بالضبط تم القبض عليه؟ تم القبض عليه قبل تقريبا 5 أشهر. قبل 5. طيب كيف عرفتوا أنه تم القبض عليه؟ تواصلنا مع زوجته وكلمتنا أنه تم القبض عليه على أساس أنه يمني. التهمة؟ ليس لديه أي تهمة. طيب كيف كمسكوا بدون أي تهمة كذا يعني؟ على أساس أنه يمني. وهل أصبح اليمني تهمة؟ والله يا عزيزي الوضع في العراق غير مستقر، وأي شخص عربي يتم القبض عليه تعسفيا. ولا علي الديلمي الآن اتصلت علينا زوجته أنه يعذب في السجون ومحتجز الآن في السجون في سجن العامرية. طيب كيف لما عرف أهله؟ طبعا عرفت الوالدة وعرف الوالد والأهل، كيف لما وصلهم المعلومة أن ابنهم في السجن؟ والله حالتهم الآن، حالة الوالدة تعبانة نفسيا، وأنا أطالب وأناشد رئيس الجمهورية وأناشد وزير الخارجية وأناشد الوزيرة حورية مشهور وأناشد جميع من له صلة بإخراج المعتقلين اليمنيين، ومنهم علي الديلمي الذي يمارس عليه التعذيب القسري في السجون. هل حاولتوا أنكم تتواصلوا معه؟ طبعا ما استطعنا نتواصل معه. في معتقل، احنا اذكر انه مر عملنا برنامج للمعتقلين في العراق، وكان الاب والاسره وامه تواصلوا مع واحد من المعتقلين. يعني لماذا اخوك بالذات؟ علي الديلمي كما قلت لك قبل قليل انه في المحاجر، غرف انفراديه، يمارس ضده التعذيب،
بالكهرباء ويمارس الظهر بالضرب بالأسلاك. طيب ما أدراك أنه بيمارس التعذيب والكهرباء؟ زوجته تواصلت معه، أو أنه الأخبار تنتقل عبر المساجين إلى زوجته، زوجة مسيح في العراق. طيب زوجته طبعا عراقية؟ طبعا عراقية نعم. طيب ما حاولت تواصلوا مع الزوجة ترجع اليمن إلى أن يخرج زوجها ولا شيء؟ والله صعب، حتى نخاف عليها، هي خاف عليها تنأسر أو يمسكوها العراقيين على أساس أنها تزوجت يمني، رغم أن عليه الدليل ليس له صلة بما يحصل في العراق. هذا طيب هو إيش بيعمل الآن؟ طالب إيش بيعمل الآن يعني في العراق قبل أن يقبض عليه؟ ما هي وظيفته؟ ما هو اللي هو طالب ومستقر بالعراق. هو على أساس أنه راح يطلع على اليمن قبل ما يطلع اللزم أو انشبح. هذا هو اللي حصل. مسكوه؟ أي نعم مسكوه. طيب حالة النفسية لزوجته؟ تعبانة جدا، حالته النفسية تعبانة جدا. طيب ما هي الإجراءات اللي عنده؟ هل مثل تواصلتوا مع محامين، مع منظمات، تواصلتوا مع وزارة، تواصلتوا مع الجوانب القانونية والحكومية أو الرسمية؟ هل تم التواصل معها؟ والله تم التواصل مع وزيرة حقوق الإنسان. ما كان ردها؟ جيدة، كانت ردها جيدة ومتواصل، يعني تواصلها مع المساجين العراقيين جيد ومعاملتها جيدة، ونعتبرها أم لليمنيين، ونرجو من الله عز وجل ثم من الوزيرة التدخل العاجل في إنقاذ الأسرى جميعهم ومن ضمنهم علي الديلمي. طيب وزارة المغتربين ما زرتوهاش؟ طبعا لم نزورها، بس الأستاذ حميد الحجيلي جزاه الله خير يتواصل مع الوزراء ومع وزيرة حقوق الإنسان ومع وزير الخارجية، وإن شاء الله عز وجل يصير خير بإذن الله عز وجل. احنا نحاول الآن نتصل إن شاء الله. أعزائي المشاهدين الكرام، أعزائي المشاهدين، نحاول الآن نتصل لو استطعنا نتواصل أيضا مع زوجة المعتقل علي محمد ديلمي في العراق. احنا نحاول الآن نتصل تلفون إن شاء الله، فإذا جاوبت عينها في الخط تكون معنا لكي نعرف عن قرب ماذا جرى للمعتقل اليمني محمد الديلمي، وماذا يصنع به، وكيف حالة الأولاد الصغار، أولاده اليمنيين، أولاد الصغار، أولاد محمد إلى هذه الحالة، ما كيف حالتهم بالضبط، لكي نعيش الحدث من وسط الحدث بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى أن يتواصل بس الشباب، ننتقل بكم أيضا إلى المحامي حميد الحجيلي. حقيقة أنا أشكر الأستاذ حميد نيابة عن الجميع، شخصية رائعة جدا لا أمدح أمامه، لكن أنا أمدح سلوكه وأنشطته الملموسة والتي وجدناها في المتابعة المتكررة في موضوع المعتقلين في العراق. لا ينام يعني يشد ويروح ويجي ويتابع بموضوع المعتقلين أبناء اليمن موجودين في العراق في الاعتقالات، والحكومة حقنا هادية، ووزارة المغتربين ما دخلنا، وحقوق الإنسان تغني لحالها، هي اللي بتتابع لكن اليد الواحدة ما صفق، ووزارة العدل إن شاء الله تكون فيها عدل، وهذا اللي نأمله إن شاء الله. ونحاول أيضا التواصل مع وزير العدل لعلنا نجد إجابة إلى أي مدى وصلت اللجنة المكلفة بإخراج المعتقلين اليمنيين في العراق. أستأذنكم أعزائي المشاهدين الكرام قبل أن ننتقل إلى المحامي الراي حميد. تواصلنا مع زوجة المعتقل الديلمي وهي معنا الآن على الخط، ونحب أن ندير معها مكالمة مباشرة على الهواء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حال أختي الطيبة؟ الحمد لله تمام، الحمد لله رب العالمين. ممكن تكلمين؟ أنت الآن ضيف في برنامج نافذة أمل، وقضيتنا نتكلم على المعتقل اليمني علي محمد الديلمي. كيف السؤال؟ كيف عرفتي باعتقاله يا أختي؟ وكيف تم اعتقاله؟ تم اعتقاله 2009، طلع من الشارع، راح خارج البيت يعمل عند عمل ونفسي لكنين، ثم خرج من البيت هم تم الإصابة، صوبوه في قدمه وأخذوه، يعني صوبوه سلموه صوبوه في قدمه، أخذوه للأقطار سلموه للقوة الأمريكية. طيب لماذا اعتقلوه؟ لماذا تم اعتقاله؟ اي جبت معلومه ان هو هذا يعني ليس عراقي، فشلون كمين واخذوه، انه اخذوه لانه تهمته انه يمني، لانه يمني. نسمع اعزائي المشاهدين الكرام،
نسمع أعزائي المشاهدين. الأمريكان ما عدوا أنزلوا العملية والحين حل يعني كملوا معه وسلموا بعدها من يستلم في القوات العراقية سلموا هو عن الأمريكان نعطوه إفراج لما القوى العراقية استلمت السجون العراقية ما سلموا. طيب هل أنت بتزوري؟ أنا أجي مطالق كثيرة كثيرة. هل بتزوري أختي؟ هل بتزوري؟ لا لا أنه بالمحاجر. طيب هل كيف آلة التواصل معه؟ ما عندي أي تواصل معه، ما عندي أي تواصل. قبل ما يأخذوا المحاجر كلمني أو أزورة مكان السجن، في سجن العدالة وكان في سجن الحوت التاجي أروح يعني أزوره. الحين في المحاجر ما عندي لا أي شيء، لا مواجهة ولا مخابرة، كل شيء ما عندي. طيب اختي السفارة اليمنية، هل زرت السفارة اليمنية؟ لا لا ما زرتها. طيب الجانب الرسمي اليمني لماذا لم تذهبي اليه وادخلي يعني لانه مع انه مواطن يمني تابع السفارة اليمنية تابعوا قضيته. والله اخي انا مستضعفة، انا امرأة بوحدي، يعني انا الحين من قيمتك الحين راح اتحاسب، انا مقيد يعني ما اقدر لان انا يعني الحين يعني يتابعوني يريدوني لاني يعني زوجتي مختقل، زوجتي عربي، زوجتي مهاجر ليس زوجتي يمني، ما اقدر انا محرمه ما اقدر اتحرك. طيب اولادها الصغار الحاله النفسيه حقهم كيف اولاده؟ والله انا تعبانه كلش تعبانه، اولادي تعبانين يعني ما اقدر خلاص ما اقدر، مطلوبين انا واطفالي يعني لان احنا عائلتي. أنتوا أيضا مطلوبين للجهات الأمنية العراقية؟ العراقية أيوة يريدوني لأن يعني زوجته وأطفاله. الجانب الأمريكي أفرج عن، لكن الجانب العراقي رافض أبدا. أيوة رفض، ما عطوا وسلموا، رادوا مبالغ كثيرة كثيرة يعني مستضعفة ما عندي أحد وما أقدر يعني سابقة. آخر شيء أخذوا للتعذيب، دائما يأخذون للتعذيب محاجر السود 52 والحين مخلينا جرائم العمرية. طيب يا أختي هل طيب هل في طريقة أو أحد قال لك طريقة في كيفية الإفراج عنه؟ هل بتتابعي أيضا السلطات العراقية؟ أنا تابعت وما فاد يعني ما فاد، هاي السنين كلها 5 سنين أتابع ما فاد شيء. لا حلو. طيب طيب آخر رسالة تحبي تقدميها؟ الامل بيد الله يا اختي. الشيات الحين يدخلون من الشيات على السجون وياخذوهم، ما نعرف وين، الى جهه مجهوله للاعدامات، واكثر شيء هي مجهوله ما حد يعرف عنهم وين. انا ابشرش يا اختي ان الله موجود، هذه خذيها قاعده، ابشرش ان الله موجود وارتبطي بالله والدعاء. انا يعني انا اي نعم انا الحكومه اليمنيه يا رب بلكي اسال الله يسهل الامر، بس يعني اتمنى يسحبوا لان أكيد الحين إنه مخلينا يعذبون بي لأنه هو يمني، يعني التشديد عليه بالتعذيب لأنه هو يمني. طيب هل هناك مناشدة أو رسالة تحبي أن تقدميها الآن؟ أي والله أنا أريد أناشدهم يعني أخواني، أرجوكم رجاء أن تنقذوا، أرجوكم رجاء أن تنقذوا، رجاء على رجاء من الحكومة، أرجوكم أن تسحبون يعني إلى دورك أحسن أفضل بهواية. إن شاء الله أستاذة، إن شاء الله بإذن الله. اليمنية ولا السجون العراقية عندنا والله يا أخي عندنا يعني ظلم تعذيب يعني بشع. الله المستعان. إذا سمعوا راح احتمال، إذا سمعوا البهادلة راح احتمال يأخذوا إلى جهة مجهولة بعد أكثر وأكثر. الله موجود يا أختي، إن شاء الله أشكرك أختي، وإن شاء الله رسالة توصل. إن شاء الله رسالتك توصل بإذن الله. لأني أطفال والله إني ضايعة أنا وأطفالي وما نقدر والله يا أخي ما نقدر والله العظيم ما أعرف ليه النهاري والله العظيم. إن شاء الله يا أختي. أتمنى يتعجلوا، أتمنى الحين يعني مو بس هو، الحين أنا متوافقة، الحين أنا يعني ما أقدر والله يا أخي ما أقدر أتكلم. ما أقدر يعني أدخل أخرج ما أقدر مستحيل يعني متحرم أنا وأطفالي، خايفة على أطفالي يعني الحين يريدون أنا وأطفالي.
إن شاء الله أختي، إن شاء الله ما يكون لك خير بإذن الله. أشكرك وإن شاء الله يعود زوجك سالم غانم بإذن الله أختي. مشكور أختي، الله يرضى عنك، حياك الأخت سوان. أعزائي المشاهدين، أظن لا تعليق في الموضوع، لا تعليق في الموضوع، لكن السؤال يطرح نفسه: أين الجهات الأمنية؟ أين الجهات الرسمية؟ أين السفارة اليمنية؟ أين السفير الله؟ أين وزارة الداخلية؟ أين وزارة الخارجية؟ أين وزير المغتربين؟ أين وزير العدل؟ أهات المرأة بتقول لأنه يمني، أصبح اليمني تهمة، يعني من هو يمني يحبس؟ لماذا هذا التجنب؟ لماذا هذا يعني مش أقول يا جماعة، والله إن الكلمات لا أستطيع أن أخرجها، تكفي الكلام الأخير، الكلام الأخير قالت أنا خايفة على نفسي وعلى أولادي لأن زوجي كان، لأن زوجي يمني. طيب أين الجانب الحكومي؟ يا جماعة يا جماعة، لو كان واحد غير اليمني يقع له بشيء لقامت الدنيا وما فيها، وإحنا اليمني يهان هنا وهناك، والمغتربين اليمني في ذل هنا وهناك، بسبب ما؟ بسبب حكومتنا، بسبب دولتنا، بسبب المآسي. إلى متى؟ إلى متى سننهض من هذا النوم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لكن أيضا باسمكم أرحب بالأستاذ المحامي حميد الحجيلي. طبعا سمعنا زوجة المعتقل وسمعنا أخو المعتقل، حقيقة يعني لو كان الصخر يسمع لهتز له البدن، لكن المثل اليمني قني جنب صنج، فأقلب إن لم يكونوا كلهم مسؤولين ووزراءنا وكلهم حقيقة من أول لا تحت مغلقين أذانهم لا يسمعون إلى لجيوبهم، لكن ما يسمعوش لآهات المواطنين. حسبي الله ونعم الوطين. أستاذ حميد، إلى أي مدى وصل الجانب القانوني الحقوقي في قضية المعتقلين اليمنيين في العراق؟ أول شيء نتطرق إلى قضية المعتقل علي الديلمي. اعتقل علي الديلمي جاء مخالف للقانون الدولي الإنساني، وكذلك قانون الإجراءات الجزائية العراقي، وكذلك الاتفاقيات الدولية التي تعتبر العراق موقعة فيها أو عضو فيها، لأنه لم يرتكب جرم جنائي يخول لها يخول للسلطات اعتقاله، وتم حبسه بطريقة وحشية، وتم تعذيبه تعذيب وحشي بكافة أنواع التعذيبات، والآن هو مستقر في سجون المحاجر السود. تعتبر هذه السجون من أبشع السجون في العالم، لأنها تكون تحت الأرض، مساحتها متر في متر في حسب ما رونا المعتقلين اليمنيين تحت الأرض. وبعد أن وأثناء اعتقاله قاموا بإصابته بطلقة في فخذه، وكذلك أصابت زوجته حسب المعلومات التي أدتنا إلينا. وتعذيباته تعتبر يعني مخالفة للقانون، الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي تعتبر العراق موقعة فيها. طيب الجانب الرسمي الآن أخي، الجانب الرسمي اليمني واللجنة اللي كلفت واللي نسمع عنها دائما، ما هي الإجراءات اللي عملتها؟ والله الجانب الرسمي لم يأتي بالطموح الذي كنا نريد، لأنه وكيل وزارة العدل العراقي قد خاطب السفارات العربية بكاملها أن قضية المعتقلين العرب بشكل عام واليمني بشكل خاص تحتاج إلى توقيع اتفاقية مبرمة أو مذكرة تفاهم من أجل نقل المعتقلين كلهم إلى بلده. طيب ولماذا لم وقع البروتوكول هذا والاتفاق مع اليمن؟ والله الجانب اليمني، أنا التقيت قبل أيام في وزير العدل اليمني القاضي مرشد العرشاني، وأوعدني أن السفير العراقي، أن وزير العدل العراقي أو الوفد العراقي سوف يزور صنعاء الأسبوع القادم لحضور اجتماع مجلس العدل العرب في صنعاء، وأنه سوف يكرس موضوع المعتقلين في هذا الشيء. في نظرك هل هناك مخرج للمعتقلين الآن؟ إن اولا نطالب في الوقت الراهن، نطالب رئيس الجمهوريه عبد الرب منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء دوله رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه ان يقوموا بمخاطبه الحكومه العراقيه بصوره عجله بمذكره عاجله من اجل قضيه علي الديلمي بشكل خاص. حلو، لانه قضيته تنفرد عن بعض القضايا، لانه تم اعتقاله بسبب انه يمني، وكانه لأنه كان أي عربي متواجد أو يمني متواجد في العراق فإنه يتم القبض عليه لأسباب أمنية لا نعرفها ما هو سبب، حتى لو مرتكب جريمة، وحتى أنه تم اعتقاله ولم تعلم سفارتنا في ذلك، ولم يتم محاكمته. فهذا
فنحن بصورة عاجلة قبل أن والشيء الثاني نعمل من الرئيس هادي أن يكرس الجهد في توجيه الحكومة بتوقيع مذكرة التفاهم من أجل نقل المعتقلين. الآن المعتقلين اليمنيين معظم المعتقلين يقضون سجن كروبر في المطار، وتم الهجوم عليه من قبل ميليشيات متطرفة، والآن المعتقلين محجوزين، لا نستطيع التواصل معهم ولا نعرف مصيرهم، مجهول إلى هذه اللحظة، بالرغم أن احنا طالبنا السفارة بالذهاب إليهم، لكن السفارة لم تفتنا بأي شيء في الموضوع هذا. لا حول ولا قوة بالله، ما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أعزائي المشاهدين الكرام، ما سمعناه اليوم، ما سمعناه من أخ المعتقل علي محمد، وما سمعناه من المحامي، وما سمعناه من زوجة المعتقل علي، حقيقة يهز الأبدان ويعيشنا بألم. إذا كانت تهمة لأنه يمني اعتقل، فأين الدولة حقنا؟ وأين وزارة المغترب؟ وأين وزارة حقوق الإنسان؟ وأين رئيس الوزراء؟ وأين رئيس الجمهورية؟ إلى متى سيظل المغترب اليمني يصيح ويئن في الخارج؟ نريد أن المغترب اليمني يعيش ورأسه مرفوع. أخواني، نريد في هذه اللحظة أن يردوا على جوابنا، أين مصير المعتقلين اليمنيين في العراق، خاصة المجموعة الذي خطفوا؟ أين مصير الديلمي؟ وأين مصير المغتربين والمعتقلين الآخرين في السجون؟ إلى متى ستئن الأم؟ إلى متى سيئن الأب؟ إلى متى ستشرد الأبناء؟ إلى متى ونحن نصيح؟ إلى متى ونحن نبكي؟ إلى متى نريد أن نغرس الفرحة في قلوبنا وفي قلوب هذا الوطن لنعيش في أمن وأمان؟ إلى متى يعني من سيفتح نافذة أمل؟ أنا أتمنى رئيس الجمهورية يفتح هذه النافذة، أتمنى رئيس الوزراء يفتح هذه النافذة، أتمنى أن 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 أن, أن كل وزير من المختصين أن يكتب في سيرته الذاتية أنه ساهم في بناء هذا الوطن وساهم في إخراج المعتقلين. من سيفتح نافذة أمل للمعتقلين؟ من سيكتب في سيرته الذاتية؟ من سيخلد اسمه أنه صاحب بصمة في إخراج المعتقلين في العراق وغيرها؟ المآسي كثيرة، مآسي في السعودية ومآسي في العراق ومآسي في كل شيء، لأنه يمني يعتقل. من سيفتح له نافذة أمل؟ من سيفتح لهؤلاء نافذة أمل؟ أعزائي المشاهدين الكرام، دائما نقول من يفتح نافذة أمل؟ فمن يجيب على هذا السؤال؟ نلتقي بكم في فقرة تالية. أعزائي المشاهدين الكرام، فقرتنا القانونية، وكما عودناكم أنتم تسألون ونحن نجيب، تابعونا. ما هي المخالفات المرورية التي يعاقب عليها القانون؟ عند المخالفة السائق، هل تدفع الغرامة المالية للمرور؟ يعني يا أخي، إذا أخذ رجل المرور الغرامة المالية ماذا سنفعل؟ ما هي الإجراءات المتبعة؟ هناك العديد من المخالفات التي ترتكب من قبل قائدي المركبات في الجمهورية اليمنية، وطبعا كغيرها من الدول، إلا أن المخالفات في الجمهورية اليمنية يعد بشكل مخالفات عديدة وبشكل مهول. قد تؤدي تلك المخالفات إلى الوفاة، ونسبة الوفيات في الجمهورية اليمنية كعدد كبير أو رقم كبير، يعني قد لا يتخيله المشاهد أو المستمع. المخالفات في اليمن قد نص عليها أيضا القانون اليمني، من تلك المخالفات الحمولة الزائدة، حيث لا يجوز لقائد المركبة أن يزيد عن الحمولة التي افترضها له القانون. كذلك القيادة بسرعة كبيرة، قد تؤدي تلك القيادة إلى الوفاة وحصول أضرار مادية ومالية. هذه المخالفات جعل لها القانون عقوبات قد تصل إلى الحبس، والعقوبات مالية، المالية قد تكون 20,000 على حسب ما نص عليه على حجم أو مقدار المخالفة. ورجل المرور عند ارتكاب قائد المركبة لتلك المخالفات فإنه لا يقوم باستلام تلك المبالغ أو تحصيلها عند ارتكاب المخالفة على الفور، وإنما عليه تحرير أو رصد لتلك المخالفة، وعلى قائد المركبة أن يقوم توريد تلك المبالغ إلى الإدارة العامة للمرور. وفي حالة إن قام رجل المرور باستلام المبالغ المالية لتلك المخالفة التي قام بها قائد المركبة في أثناء وقوع المخالفة، فإن ذلك يعد من قبيل الرشوة، وعلى قائد المركبة أن يقوم بتقديم شكوى إلى الإدارة العامة للمرور لما قام به من مخالفة واختراق لواجبه القانوني الذي كان يجب عليه على رجل المرور أن يقوم بتسجيل المخالفة فقط، وعلى قائد المركبة أن يستلم
أن يقوم بإيداع المبالغ المالية أو الغرامة التي قررها القانون نتيجة لارتكابه المخالفة إلى الإدارة العامة للمرور.